اهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم نهار جديد، هذا واحد الفلوج جديد اخر. هذه واحد الطاحونه عجبتني بزاف، بغيت نصورها لكم. مونيمون هيستوريك كان عندنا في البلاصه فين ساكنه. يلا هذا النهار اول مره كيطلقوها كتخدم. هي قديمه نورمالمون، هذه ما بقاتش كتخدم، فحبيت نشاركها معكم. ومن بعد الفيديو اللي جاي من بعد غادي يكون ولدي كيلعب، تلاقى مع واحد الدراري في هذاك في سبيل تاون، يعني جريده في كي حدا بلاصه فين ساكنين، وبقى يلعب معاهم كاش كاش، فخليته شويه يلعب. السلام عليكم، بغيت نشارك معكم اليوم هاد سلاد اللي قطفها راجلي من الجردة ديالنا ديال الدار. هادي صراحة هذا العمل ديال عام، مجهود ديال سنة ولا ماشي سنة، مهم من جونفي هو تيخدم على ديك الجردة، هو تيزرع فيها من زريعة من حبوب، يعني كنقصد حتى ولات هكا يعني نبته، حتى ولات هكا سلاد، ماشي غير السلاد اللي دايرين في الجردان. المهم انا غادي نخرج نوريكم. ها نتوما البارح قطف هذه البيتخاف حيدها بالعاني صغيره باش ما تشرفش لينا، لان بعض المرات كنساوها وكتبقى كتكبر بزاف وكتشرف. هادو اللي غادي هادوك الفجل، هادشي كله بيو، راه راجلي ما كيدير حتى شي حاجه ديال الدواء. وهذا البسباس راه كلينا منه بزاف صراحه، هذا ماشي اول مره كلينا منه، درت منه اللحم يعني مخضر بالبسباس. وهذا خيزو هذا حتى هو من الجرده، ها نتوما كما كتشوفوا راه بالتراب ديالو، ها نتوما هادشي كله بيو. ما نقول لكمش واحد المذاق رائع فيه صراحه، شي حاجه اللي بيو كتكون مختلفه على الحاجه اللي كتشرى. المهم غادي نخرج دابا، غادي نوريكم واحد النوع من التوت. المهم راه غادي نوريه لكم، ما عرفتش واش كاين في المغرب، كنظنش بانه كاين في المغرب لانه كيحتاج بزاف ديال الماء، اولا كيحتاج لواحد البلاد اللي فيها الماء يعني كتصب فيها الشتاء. المهم انا غادي نخرج نوريها لكم. المهم انا خرجتكم هنا باش تشوفوا انواع ديال التوت، بعدا غنوريكم هذا التوت الازرق بلو بيري حتى براو بيس. هذا التوت الازرق هو دار لهم هاد الشبكه هادي بالعاني باش ما ياكلوش الطيور، ها هو كيوري لكم هنايا، صراحه لذيذ وبيو هذا. ونوريكم توت واحد النوع من التوت كيكون فيه شويه ديال الحموضه، زوين داير بحال العناقد ديال العنب، ها هو غادي يحيدهم. علاش داير لهم هاد الشبكه؟ لان الطيور كيبقاو كياكلوهم وكي سانغيون ديجا، هادو باقيين شنو خوانا ما خايف خبون اين ستوكيو في اين بلانتيا ومطلعت سين زي بالنوت خسين سنابيا خبرت ألس فانس إكسي دات سيزان خروت ها خنوخ ها دا شاي خروت عرفتو تبارك الله كل حبة يا حبة. انتم راجلي راه معطية لي هادشي ديال الفلاحة، برافو ليه والله العظيم، زعما برافو برافو برافو. هي الفرامبوزة لي فرامبواز شوفو هي خوت وب شويه كبور لي فرامبواز. المهم هو غادي يوريكم الشرم حاصرها باش ما تدخل حتى شي طير. اما تبارك الله صلاه على النبي، دايرين بحال العنب في الخضره لا تهزين، ما شاء الله ما شاء الله. كاين
بوفا يا خو متشنا اخو يا فهم يا قال لك يتقبطوا ما بالضفر ديالكم بحال هكا من الفوق وكتقطعوا اي في وقته يكبر بروبيره اخو هي ها انتما مت استروش بلاك شوفوا على كيبري تبارك الله وبيو هذا راه ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه غادي نعمروه في هذا ما شاء الله عاد نيت نتقاوغي فيهم ما شاء الله شوف هذه الخزامه غنحيد غير واحد الجزء وما هي راه كاينه بزاف انا نوريها لكم ها انتما شوفوا شحال ولكن ما قدرتش نحيد لان كاين واحد النوع ديال الدبور كيسميوه بحال النحل هو كبير جلس ادم راه غتهيجوا علينا نيدون كيبقى يجر هذاك الخزامه وغيبقى يهيج علينا هذاك الدبور عرفتوا دايره بحال النحلويه كبيره كتعض خايبه المهم هي الشجره ديال التفاحه شوفوا نوريها لكم عن قرب واش تبان لكم تفاحه ادم تفاح تبارك الله عامر هذا العام هادشي راه كله بيو هانتوما بيو نوريكم هنا المهم هنا القدام دايره غير الورد وهذه هي البساحه الكبيره فين غارس الخضراء وغارس داكشي كامل اللي خصو اللي كناكلوه في العام هنايا كاين النعناع هانتوما كما كتشوفوا وهذا البرقوق فاكهه البرقوق ما عرفت كيفاش كيقولوا لها باللغه العربيه المهم هذا النعناع وهذه ورق الرند او ورق سيدنا موسى باقة خضراء ها هو النعناع كنشربوا في اتاي شفتوا وهذه واحد النوع ديال النعناع كيسميوه مرسيطه كنديروه في الرفيسه المغربيه المهم هذيك اللي لهيه هذه الباربا انا نديكم ليها هادو لي شو وهادي البنجر كيسميوها البنجر او لا البنجر المهم هادي هي الباربا وهادي خيزو يعني الجزر هذا البابونج هذا الكرافس الكرافس من هنا الفوق وريقات يعني كتستعملوهم للحريره او لاي حاجه ومن تحت كاع في الارض كاين داك الجدر ديال الكرافس كيكون كبير كيكون مكور بالنسبه للمطيشه انا بغيت نوريها لكم هادو واحد النوع ديال المطيشه كنا جبناها من سميتو كنا جبناها من الزريعه ديالها من تيفلت وصدقات لينا زوينه بزاف كدير مطيشه كبيره صراحه هانتوما شوفوا راه هي عاد باديه كدير مطيشه هانتو تبارك الله عرفتي كدير واحد مطيشه دابا ان شاء الله تكبر ونوريها لكم المهم كتعطينا العام كامل تبارك الله تقريبا حتى شهر 10 عاد كتساني ما كتبقاش هذا المعدنوس المعدنوس اللي معروف في هولندا في شي شكل يعني الوراق ديالو مختلفين على الوراق اللي عندنا في هذا هو البسباس هذا هو داك البسباس ها انتم راه تكونوا شفتوه انا نوريه لكم عن قرب ها هو شوف كيفاش داير وهذا هي سلاده الخس سلاده هانتوما راه داير منها بزاف ياك بان تروت سوبيا واش خاط هذاك الخيار هذاك اللي هي لاصق في الصور الخيار داتس اوا دات زين اوا هذيك البصله البصله ودايزا كورجات ياك سخروت كورجات هي شوفوا تبارك الله صلال بي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله راه حيدنا جوج ودابا هادي عاوتاني هاد الصبح صبحات كبيره راه الخضره زعما تتكبر دغيا او غيجيب الموس وغادي يقطعها راه عاوتاني نفسها كنبقاو الحمد لله العام كامل وحنايا كنقطعوا الخضر شي العام كامل ولكن حتى شهر 10 عاد كنساليو ما كنبقاوش ادم كوم ماما كوم هير الله يقطعها يا شوفوا تبارك الله دابا هادي الا خلاها غتولي كبيره وغادي تولي باسله اللهم ناكلوها بحال هكا راه غندير منها واحد الوصفه وهادي الداليا الورق ديال العنب صافي جوج
المهم هذيك نساين غير ان شاء الله تكبر ونبقى ندير وصفات ديال داك الورق ديال العنب. ها هو العنب شفتو تبارك الله. دابا راجلي كيفتاخر مني كتعطيه لا باريس غيكولا دايزا. هذا هو الجرجير. الجرجير راه صحي يا البنات صراحه والله العظيم صحي بزاف. وعاد عندنا اللي هي عاوتاني نمشي مسائل هذيك اللوبيا اللي دايرها معلقه اللوبيا عاد بزاف الزعتر والزعتره صراحه ما شاء الله داكشي كثير. شوفوا ما شاء الله شحال اللي قطف وباقي عاد في الشجره 2 كيلو زخت يعني قال لكم اول عام هذه كدير لينا هكا 3 كيلو والعام الجاي 3 كيلو ولا 4 كيلو المهم كتعطي بزاف صراحه. خلي غير يحيد هذاك النوع اللي داير بحال النحل ونزيد نحيد الخزامه لان كندير منها واحد المشروب هائل ديتوكس ومريح للاعصاب غادي نعطيها لكم ان شاء الله وغادي تستافدوا منها ولذيذ بزاف. انا غادي انا واختي وراجلي غادي نشريو لاكلاص بحال داك النهار اللي صورت لكم. دابا عاوتاني غادي يدينا يخلص علينا يخلص علينا شي حدا كيعيب فيا زعما واخا نحسك انت راك معيب خلاص. المهم كيقول لي ما تصورينيش انا نصورك يا الله. المهم كبر خرجت له الكرش ولات عند واحد لالا ملاتي كروشيه. انا ما بقيتش كندير سبور انا اصلا ما يصلحش لي السبور كنت قاعده والله العظيم كندخل لي العام اللي فات لاصال قبل ما نحمل وصافي واصلا كيديروا واحد الحركات صعابين عليا وانا ما عنديش صحه صراحه ما عندي جهد كيديروا واحد الحركات اللي كيقصحوا اللحم وانا خاصني اللحم يغلاض ماشي يقصح ولا قصح لي وانا ضعيفه غنبقى هكا كديره بحال مويسيسي. المهم باش تضحكوا معايا شي شويه عاود كيجي هذا الشيء غريب اننا كنفلوغي. المهم يعني صراحه ناعس شربنا واحد القرعه الرده قبل ما يفضحنا في الطريق. ايوا دابا نخليكم باش نمشيو كاملين ناكلوا لا كلاص. لاباس عليكم اش اخباركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار زوين والصراحه شويه مخلوعه ماشي ما نقولكمش مخلوعه يعني مخلوعه ولكن شويه كتكون ديك بحال الرعشه. اليوم عندي اليوم امتحان ديال التجنس. المهم غادي ندوز فواحد الماده وجوج جوج مواد اليوم والسيمانه الجايه ان شاء الله جوج مواد ويبقاو لي واحد المواد وحدين اخرين حتى تمشي اختي للمغرب ان شاء الله غادي نكون بوحدي ديك الساعه. ايوا جيت انا وراجلي هو غادي هو جابني بالطوموبيل دابا غادي نمشيو غادي نباركيو الطوموبيل وغادي ندخلوا لواحد واحد بلاصه فين كيدوزوا الامتحان هي النيت فين كيعطيو الاقامه كيعطيو ديك لاكارت ديال الاقامه. والمهم مخلوعه قلبي تيضرب. المهم دعيو ليا وكنتمنى واخا ما هذا الفيديو غنحطو من بعد من بعد. المهم ديك الساعه نكون ان شاء الله نجحت و يا ربي يا ربي. المهم اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله يا ربي تيسر الامور الله ييسر لكل الناس كاع الناس اللي كيدوزوا امتحان يا ربي تنجحهم ويا ربي تعمل فرحه على العالم يا ربي واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه. المهم غادي نخليكم دابا ومن بعد غادي نقول لكم شنو كاين. يلا خليكم
المهم دابا عاد ساليت الامتحان الاولاني. دابا جينا باش ناكلو هنايا، جينا فواحد البارك انتما كما كتشوفوا، بارك كبير شاوبو بلان فروت شاوبو برك بلان نايس خوت تياتر جديد. اوكي المهم هنايا قال لك كاين واحد التياتر كبير هنايا معروف شحال برك بلان سميت هاد البلاصه فروتردام كاينه زادو فيستايزا سنتروم سنتروم هذا سنتر فيول ديال روتردام. المهم جينا باش ناكلو انتما شنو شرينا، مشينا غير لالبرت هاين. البرت هاين هي واحد سوبر مارشي بحال تقولوا مرجان، شرينا غير سلطة هكا باش نقضيو. مارتين شرا واحد الشكل ديال بيتزا ديال الفرماج والبصله، البصله والفرماج غير باش نقضيو نعديو صافي. المهم حيت حنا ساكنين في العروبيه جينا للمدينه، حنا دابا مديني زعما جينا للمدينه حنا ولاد العروبيه. المهم هذه غير سلطة عاديه، انتم بطاطا مرفوسه، بطاطا مسلوقة مرفوسة ومخلطين معها الجلبانة وخيزو بحال هكا مفورين ولا ما عرفت مسلوقين، وفوق بالكورنيشون ودايرين هنايا الجلبانة وكورجيت مقطعين داكشي، ودايرين من الفوق مايونيز وواحد المعلقة نتوما كيما كتشوفو ولي زيبيس هادوك التوابل. يا ماما شوفو شوفو العاصفة العاصفة ني بازو الدانية نيدو نيدو العاصفة. شوفوا 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 العاصفة. شوفوا شوفوا تبارك الله السطح. وي 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 الأرض عمرات عمرات الأرض ولا لا؟ خصني نشوف داك لاكاف، عندي واحد لاكاف كيعمر بالماء خصني نشوفه. نعم بكونيت نعباتو يا ستورم قالكم آدم ما نقدروش نخرجوا برا حيت كاين العاصفة. المهم هنا بغيت نصور لكم البنات الكورجيت اللي جاب مارتين من الجردة، ما كنقدرش نهزها لأن فيها واحد النوع ديال الشوك بحال كيتك هانتو ما تكونوا شفتوه، يعني حيت بيو داكشي علاش وباقا طرية، يعني عاد قطفها هاد الصباح عرفتو كتك. وهذا البسباس هذا حيدو البارح من الجردة حتى هو بيو. هذه واحد الخيارات هي فيها واحد الشوك قاصح بحال الهنديه، الا قصتيه تيوه كيلصق في اليدين والله العظيم داير بحال الهنديه. هذا الخيار كونكومر، وهذه البيتخاف حتى هي من الجردة انتما كتشوفوا تبارك الله. وشنا هو هذا؟ هذا المعدنوس، هذا المعدنوس المعروف في هولندا. شوفوا كيفاش داير، داير بحال البروكولي. كيحمقني انا هذا المعدنوس، واحد المذاق فيه رائع ولذيذ جدا. المهم انا هنايا راه دزت كندير واحد الطويجين، انا نوري لكم هانتوما. هذا ماشي طاجين وانما المهم واحد الطنجره ديال اللحم ديال السبوع. هنايا راه درت لها التوابل، هنا ماشي كنقليها في الزيت ولكن كندير شويه ديال الماء وكندير الزيت والتوابل وعاد كنبدا نخليها تشحر، يعني كنغطي عليها وعاد كنخليها تشحر. المهم غادي نخضر اليوم بالبسباس وبالكورجيت لان البطاطا ما بقاتش عندي، فلذلك غادي نخضر غير بالبسباس والكورجيت كتجي رائعه. وعندي واحد شويه ديال الملوخيه في الفريغو حتى هي غادي نجبدها حتى هي غادي نديرها، كيعجبني ان هذا الخليط ديال الخضار. المهم هذا النهار واحد اخر من الفلوغ. هنا مارتين جاب لينا هذا، درنا باربيكيو ايوا كما كتشوفوا. الدنيا مرونه صراحه، كان واحد الصهد واحد الحراره ما نقولش لكم عليها. ودزت انا دزت درت واحد صايبت لي هذيك الكفته اللي غادي يشوي قديتها له، ودس صايب وحلى صلاد كل شيء كاع المكونات خديتهم من البستان يعني من الجردة ديال الدار. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay.
هنايا جينا ناكلو الصوبة ديال العدس، هادي جات شوية ثقيلة، كتجي رائعة بالنسبة للناس اللي فيهم فقر الدم، صراحة كتصلح ليهم. تتشاركها معكم اختي في القناة ديالها ديال الطبخ، دابا نحطها لكم في صندوق الوصف هاديك القناة ديالها ديال الطبخ. الا بغيتو تابوناو عندها ولا راه مردودة ليكم اتردها ليكم طبعا. وهنايا هذه سلطه وخبيز مونادا، المايونيز، كيتشوب، والشوا مازال ما جا خيت. واخيرا واخيرا وصلت الشوا، وصل يا الله. بون ابيتي. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، المهم انا كنحاول نصور لكم مقاطع. اليوم الجمعه، 28 واقيلا، ياك 28 فين داخل اختي انت بنت؟ ما نعرف، ما عرفش كبور. المهم 27 جمعه في شهر 6 شهر 7 الله يستر، دوزت الامتحان وما عارفاش. المهم اليوم دوزت الامتحان، ماشي اخر امتحان، جوج امتحانات دوزتهم، باقي ليا جوج وحدين اخرين. المهم عاد اليوم 26، اليوم دزنا انا وكبور كثر عليا الشوا هاد الايامات. البارح قال لي كذبتي على المشاهدين، قلتي لهم زركت لك العين، دابا غنكملك على الثانيه. المهم راه تسناوني ندير لكم العين الثانيه، راه زركها ليا، داكشي علاش ما كنبغيش نبين راسي. المهم خليكم معايا حتى الاخير. سمعتوا شنو قالت لكم اختي؟ قالت لكم تسنى الجنسيه حتى تشدها، وعاد ديك الساعه يحيد لها العينين بجوج. وشتو كتفايل عليا؟ واش هزلت انتيا؟ وقاش تمشي عليا للمغرب تهنا منك؟ سلامة يا ربي، يا لطيف. واخيرا غتهناو منا، يا لطيف ليكم اختي. انا ولدي نهضر، لا عبد عليك ولدي، لا عبد عليك. المهم هنايا مارتين قال لي عافاك لما فلوقي لي هادشي، ضروري باش يدخل التاريخ، ضروري التاريخ الهولندي المغربي. راجلي كيحمق على الزراعة، فلذلك هنايا راه نجات ليه البصلة هاد العام. حنايا كل عام كنديروا البصله ضروري،
فهنايا شنو كيدير فاش كيحيدها بعدا من تحت الارض. هذه معلومه مهمه بالنسبه للفلاحه اللي ما عارفينش، ماشي الفلاحه طبعا، الفلاحه راه عارفين. كيحيدوا البصله من تحت لان هذه المنطقه فين ساكنه انايا معروفه بالبصله والبطاطا وخيزو والحوت، ف يعني كيسميوها جاوش اوا، جاوش اوا يعني ديال زيلاند. هنايا البصله كتنتج مزيان، وهنايا كيخليها كيقطفها واحد النهار. ها نتوما كما كتشوفوا كيقطفها الاول من تحت الارض وعاد كيخليها هكا ناعسه كما كتشوفوا، كيخليها هكا ناعسه كيقول لكم باش ترتاح ترتاح من تحت الارض. شنو هذيك؟ هذه باقية من تحت الارض، هي غادي يحيدها، هي يحيدها شفتوا، هي وحده اخرى عاوتاني شيخ. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه الخدمه ديال راجلي صراحه. ها نتوما كما كتشوفوا هاد الليله كنت كنسمع هاي، هاد الليله كنت كنسمع شي تخرشيش، وفعلا داكشي اللي طرا كانت هنايا واحد المكور هيا حيدها كلاها لنا شي حنايا، يا اما القنفود يا اما الفار يا اما المهم شي حاجه. واحد النهار لقينا القنفود، واحد النهار لقينا الفار، مهم كي ياكل هاد الشيء عرفتي، هو كل هاد النص. هاد واحد النوع اخر من الملفوف دايز الرودكو، غودكو دايز بلاو ليك فراخ يوم انت ليك تو بلاو غودكو. هاد المكور الاحمر ها نتوما كما كتشوف، ما عرفتش انايا واش يكون كيبان لكم. تبارك الله صلاة النبي، هذا يجي يعني نلفو فيه شي الروز مع هذاك. هادي سميتو دار لها القصب باش توقف مزيان بحال الداليه، اللوبيا الخضراء هبي هي بونه وفنيت فاش عندي. ها هما، استنى استنى، هي تبارك الله صلاة النبي. المهم هيا واحد وحده عاد باقي عرفتو، راه تبارك الله راه كنبقاو نقطفو نقطفو، اللي كنيبسوه كنيبسوه، واللي كنديروه هكاك خضر كناكلوه بيو كناكلوه، واللي كنخبيه في الفريكو كنخبيه. المهم كنقسمها يعني كيبقى ليا لمده عام تبارك الله، يعني كتنتج صلاه النبي. هذا الكرافس نتوما كما كتشوفوا، هذا كيكون جدر ديال الكرافس كيكون قدو قداش يعني بحال شي مكوره، ومن التحت وطبعا كتستعملوا هاد الوراق هادو. ها ويلي يا ادم شتا دير هنايا الكورجات بلات. المهم هاد النهار غير ديال البصله. ماما ها واحد الكورجيطه اخرى. ماما نعم اولدي غنشوفو. ها كورجيطات بزاف هنايا. جلس ادم ما تقش هنايا، ادم راه عرفتو راه كيهز كلشي، واصلا ما خصنيش نصورو لانه ما لابسش حوايجو، واليوتيوب ولا كيدير لينا مشكل على الدراري اللي ما لابسينش حوايجهم. نعم نعم اولدي شنو؟ فين وبيضه فين وبيضه يا كاين واحد العرس هنا، راه واحد العروسه مصور يعني واقفه برا هي وراجلها، ما نقدرش نصورها لكم هنايا. نتوما كما كتشوفوا الخص، الخص ما شاء الله حتى هو. ها نتوما عاد اليوم كلينا وحده غزاله، وهذيك البيتخاف شوفوا تبارك الله شحال النعناع. اليوم شربنا اتاي غير ديال الجرده. هذا البسباس، ها هو البسباس كما راكم تشوفوا، وهذا خيزو، هذا خيزو. هانتوما مطيشه حتى هي كلينا منها اليوم، هيا راه ناتجه. هذه عندنا انواع ديال المطيشه، هذه مطيشه سوريز هانتوما كما كتشوفوا، وعاد هذه الزريعه اللي كنا جبنا من تيفلت عرفتو، كتنتج غزاله صراحه. صدقات لينا هذه كلها مطيشه مكور، حتى هذا ملفوف. عرفتو البنات داك النهار غنوريكم هذا الاجاص، اجاص حتى هو بيو، حنا كلشي عندنا بيو كنخضر بها البنات، كندير به واحد الوصفه هو التفاح، واحد الوصفه كنخضر به الدجاج كيجي غزال. دابا نوريكم الطريقه هانتوما كيفاش، تشوفوا شوفوا التفاح ورد زويون. هذا المعدنوس حتى هو غاط. ها هي وحده هي عندكم كوم مرتين، ها هي واحد الخيار عرفتو مشوك صعيب باش تحيد.
كاس اداب نحيدها لان او نحيدها ولا لا عرفتوا الشوك ديال الهنديه هلويا بحال هكا باش تحيد اي 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 ها صافي كلار هادي واحد الخصة تا هي عرفتي تبارك الله كناكلو الخص الحمد لله على النعم ديال الله سبحانه وتعالى وعلى المجهود اللي كيدير راجلي صراحة تبارك الله ها هي واحد الخيار عاتاني صغيورة دابا هادي واحد اليومين ولا ثلاث ايام تلقاوها دار في اليوم تصب الشتا الكوجيطات المهم هنايا كنجمع هذيك البصله وكيحاول يربطها بواحد الكوردة وغادي يعلقها كامله نتوما غتشوفوا في الاخر ديال لا فيديو المهم الفيديو ديالي كتوقف هنايا كنتمنى لكم فرجه ممتعه باذن الله ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير وما تنساوليش البصيمات وتابوناو عندي في لاشين فضلا وليس امرا وشكرا السلام عليكم